موسم زيدور يروح موسم موفوز موزي موسوني عفوا اختلط علي حتى اسم موسوني من شدة مش عارف من شدة ربما الحكم أثار أعصابي أنا الآخر كان معلق على هذه المقابلة وتماس لفائدة منير طوب مع الحسن نازف نازف طويلة ناحية رضا عباسي في خطأ الحكم الآن راح يوجه إنذار للاعب المصري لا كان يعني رمى يده إلى جيبه من أجل إخراج الإنذار ولكن تراجع لما وصل لمكان الخطأ يبقى هو سيد الميدان كما يسمى خطأ ومخالفة مع ذلك لفريق شبيبة القبائل في التنفيذ لوناس بن دحمان بن دحمان قذفة قوية رائع جدا رائع جدا بن دحمان بن دحمان يعدل النتيجة بهدف رائع جدا معروف بن دحمان كنت قلت بأن الفريق الجزائري مش عارف واش راح نعبر المهم هدف رائع من بن دحمان هدف جميل جدا من بن دحمان ولا أروع ولا أحسن من هذه المخالفة مباشرة في شباك محمد صبحي من أروع ما يكون شوف 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 صورة المعادة بن دحمان بمخالفة قوية جدا يعدل النتيجة بهدف رائع جدا في مرمى محمد صبحي في مرمى محمد صبحي هدف من ذهب هدف من ذهب لشبيبة القبائل وحداري مع ذلك مع ذلك حداري 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 وتدخل الشبيبة هدف وزنه من ذهب أو حتى لا يقدر بثمن هذا هو التعليق اللازم قلت الشبيبة إذا تعرضت لظلم الحكم فكان إرادة لا تقهر بالنسبة لمثل هذه الأمور وغرارة يتدخل ببراعة أوف وغرارة يتدخل ببراعة ودائما هدف لهدف بعد 26 دقيقة من زمن الشوط الأول هذا في وضعية تسلل لا يفتح حداري تدخل زفور أخرج رضا عباسي بعد الموقف الان عادت الامور الى نصابها بالنسبة للطاقم الفني لشبيبة القبائل هدف لهدف